الانترفيو مع زينة. وزير الشؤون الاجتماعية ضيفنا اليوم في علاقة بجملة من النقاط اللي كانت أهمها اللقاء بين الحكومة والاتحاد نهار الجمعة. نستقبل تودسويت ملك زاهي وزير الشؤون الاجتماعية. سي ملك أهلا وسهلا، مرحبا بك على شمس فام. أهلا وسهلا، شحوالك مدام زينة؟ مرحبا بك، مرحبا بكم وبمستمعي إذاعة شمس فام. شكرا. قبل ما ندخل معك في التفاصيل الاجتماعية، موضوع الساعة، ناقلة النفط اللي غرقت إكزيلو، ماذا بينا ناخذ فكرة على آخر التطورات معك؟ ونعرف كل الحكومة اليوم في علاقة بمتابعة الملف هذا، ووزير الشؤون الاجتماعية من أجل يكون كان مواكب لغرق الباخرة إكزيلو. هو في البداية نحب نتمن كل المجهودات اللي يقوم بها الجيش الوطني والجيش البحري في علاقة بملف السفينة. كذلك نحب نشكر السيد وزير النقل والسيدة وزيرة البيئة اللي منذ وقوع الحادثة رابطة هنالك في جابس، وإلى حد الساعة ومازالوا يتبعوا في الملف يعني بكل دقيقة. كذلك الملف هو محل متابعة من السيدة رئيسة الحكومة والسيد رئيس الجمهورية يعني بكل حذافير، يتابع فيه بكل حذافيره وبكل ما فيه يعني متابعة مباشرة. فيما يخص السفينة، حد المعلومات اللي عندي يعني مانيش باش نضيف على أكثر من المعلومات اللي قاموا بها السادة الوزراء يعني أن السفينة كما تعرفوا غرقت في جابس. مازال البحث جاري والتدقيق جاري والقضاء متكفل بالموضوع في البوليميك اللي صايره، جات من مالطا وجات من مالطا ولا ماشي لدمياط ولا هذا كله محل تثبت. الليسونسيال انه الطاقم اللي كان على متن السفينه كل وقع انقاذه وهو الان محل تحقيق، ومحل تحقيق على أسباب الغرق وكيفاش صارت وشكونهم هما بالذات. يعني المعلومة اللي عنا أنه من جنسيات مختلفة. فيما يخص اللي هو البلوز امبورتان في نظري اللي ثم تسرب صغير طفيف متاع بعض البنزين اللي خارج من المحركات متاع السفينة، لكن الحمولة كاملة مازالت كما هي، ما تمس منها حتى شيء، لم يصير حتى تسريب، ووقع احتواء ومحاصرتها واتخاذ كل التدابير اللازمة باش ما يتسربش البنزين. بالنسبة لعملية الشفط، باش تكون عملية تونسية وإلا باش نستناو المساعدة اللي باش تجي من إيطاليا أو غيره؟ هي باش تكون شراكة، هي باش تكون شراكة بين تونس و اللي بلغنا إيطاليا، وبلغنا زادة أنه العالم كل دول العالم تتابع في الموضوع هذا ومعبرة على مساندتها لتونس، وعبرت على إزداء خدمات كل الخدمات اللي تحتاجها تونس لتفادي الأزمة. شكرا لك سيد وزير الشؤون الاجتماعية. نرجع معك في الموضوع اللي كان جمعكم وجمع الطرف الحكومي بمكتب التنفيذ الاتحاد الشغل، اللقاء كيفاش نجم توصفه في البداية؟ هو أنا نجم نوصفه في البداية اللقاء اللي جمع أعضاء الحكومة بسيد أعضاء المكتب التنفيذ الوطني. اللقاء هو نجم نوصفه كان إيجابي، نجم نبنو عليه اللقاء بما أن وصلنا إلى اتفاقات مهمة جدا. أولها الاتفاق على تعديل المنشور عدد 20 اللي كان سبب ضجة كبيرة. نعم. يعني اللي كان سوء فهم أو وسوء تقدير الزوز من الأطراف الطرفين، ولكن الحمد لله وقع الاتفاق على تعديل المنشور بما يضمن حق النقابي وحق التفاوض، وكذلك يضمن من جهة أخرى حق الدولة. التعديل بمعنى نذكر الناس اللي يسمعوا فينا، رأوا المنشور عدد 20 يتعلق بالتفاوض مع النقابات، وكانت الدعوة من الحكومة إلى ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة، وما يدخلوش في التفاوض قبل ما يرجعوا بالنظر إلى الحكومة، وهذا في مجال الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية. كيفاش باش تكون توا التعديل؟
هو التعديل كما قلنا ما يضمن الحق النقابي وحق التفاوض وحق الدولة. احنا نعرف اني من سبب الازمات اللي مرت بها تونس اللي هي الامضاءات المتتالية بدون حتى مسؤولية على محاضر الجلسات اللي كثرت وغرقت البلاد، وتعرف كل الاطراف ان ثم اتفاقات هي غير قابلة للتطبيق في الظرف الاقتصادي الراهن. ثم الاتفاق وقع على انه يمكننا ان يمكن للطرف النقابي والمديرين العامين او الوزراء او السادة رؤساء المدير العامين ان يجلسوا مع الطرف النقابي ويتفاوضوا، ويكون الرجوع إلى رئاسة الحكومة، خاصة إذا ثم هناك مفعول مادي أو مفعول ترتيبي. نعم. يعني ولا نظم يعني فقط. وكان اتحاد الشغل يعتبر وأنه الاتفاق هذا كافي، هذا هو اللي مطلوب، أو فما مطالب أخرى ربما نحو إلغاء مرة واحدة؟ لا، هو وقع الاتفاق، يعني الاتحاد كان متفهم لأنه حد ما ينجم يشكك في وطنية الاتحاد العام التونسي للشغل. نعم. ومتفهم ويعرف الوضع الراهن اللي تمر به البلاد والوضع الاقتصادي الصعب، ولكن اتفقنا على تعديل المنشور عدد 20 كما قلت لكم اللول، على ما يضمن الحق النقابي وحرية التفاوض. أيضا بس بخلاف المنشور عدد 20، كانت جملة من النقاط اللي اتفقتوا عليها كما لجنة 5+5 ونقاط أخرى، ماذا بينا منك نعرفوا أكثر تفاصيل سيميك؟ هو من النقاط المهمة اللي هي تفعيل 5+5 اللي هي باش يكون 5 أعضاء من المكتب التنفيذي مع 5 أعضاء من الحكومة، اللي باش يتناولوا ويعالجوا كل الملفات اللي فيهم خلاف او يحلحلوا كل ما فيه من مشاكل مهنية، يعني بما في ذلك مراجعة قانون الوظيفة العمومية يكملوه، ومراجعة ومواصلة التفاوض حول قانون القطاع العام هذا. نعم. وايضا بقية الملفات الاخرى مثل قانون الطاقة البديلة والاتفاقيات الممضاة سابقا مع الطرف الحكومي السابق. ثم مؤشرات إيجابية كبيرة جدا لإيجاد حلول مع بعضنا، سيرتو مع شريكنا الاتحاد العام التونسي للشغل. والاتحاد يقول واتفقنا على أنه يكون الحوار أكثر ناجعة. أكثر ناجعة بمعنى؟ يعني أكثر نجاعة، يعني فما إحنا ما كما تعرف الحكومة هذه رأس مالها الصدق ورأس مالها الجدية في العمل. دونك هذا المتفقين عليه إن شاء الله، يعني إذا اتفقنا في أي شيء ستلتزم كل الأطراف بتنفيذ. بالتالي ننتظر لقاءات أخرى قادمة بما أنه تم تفعيل لجنة 5+5 مع الطرف الحكومي واتحاد الشغل. أكيد اليوم إن شاء الله باش تتم مراسلة الطرف الحكومي، باش ترسلنا الاتحاد العام التونسي للشغل، بيعطينا قائمة تاع الاستماع في كل القطاعات، يعني 5+5 لتفعيل اللجنة. فوالا. وفي علاقة بحديثك بين الحكومة والاتحاد، هناك من راهن وأنه اتحاد الشغل سيكون على خلاف وتكون قطيعة بين حكومة بودن والاتحاد، وخلاف بين الاتحاد ورئيس الجمهورية. هل اللقاءات هذه أو الاتفاق هذا نجم نقوله قطع الطريق عن من زايدوا عن العلاقة بين الطرفين؟ طبعا هو اكيد، انا من الاول قلت لك هو شريكنا الاتحاد عم تنشر شغله، من الاول قلت لك اللقاء هذا نجمو نبنوا عليه، يعني كل طرف يحب يشك في علاقة الحكومة بالاتحاد عم تنشر الشغل، فهو واهم مستحيل انه تنقطع العلاقة. كما قلت لك اللي يجمعنا لهنا مصلحة البلاد، وحد ما ينجم يتأخر على خدمة البلاد. وبالحديث على البلاد، كنت دونت في تدوينة ليك سي ملك الزاهي، قلت أنه اللي يهتم لقوت الشعب مش باش ينخرط في سياسة التجويع، هذا في إشارة لشكون بالضبط؟ هو وقع وقت قبل في سوء فهم وسوء تقدير، هناك من شك أن الحكومة هذه جاية أني باش تبيع البلاد، وجاية باش ترتهن للخارج،
فكان جواب ذلك وقلنا من يهتم لقوت الشعب لن ينخرط أبدا في سياسة التجويع. يعني نحن أبناء الشعب زينا نعرف مآسيه، نعرف ألامه، نعرف ماش تعدى على الظروف اللي تعدت عليه. دونك مستحيل مستحيل نكونوا أو ناخذوا قرارات اللي هي ما تمشيش في صالحه. واليوم شنو الحاجات اللي تشوف لابد أنه يتم التركيز عليها، العمل عليها، وأولوية اليوم؟ هو كما تعرف توت ان شانتي محلول. دونك احنا نبدو اول شيء بالاساس، خلينا نبدا نطلق نحكي من خلال وزاره الشؤون الاجتماعيه. نعم. واللي تعرفوا كما قلنا وصرحنا العديد من المرات، يعني وكررت العديد، ان لقينا ظرف و يعني بالحق وأرقام مفجعة في تونس. وقت نقول أنه ارتفعت عدد العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وصلوا إلى قريب الأربع ملايين. وقت نجي نشوفوا نلقاو اللي الفقر مرتفع إلى حدود 22%، وقت نجي نشوفوا البطالة نلقاو في حدود 19 أو 20%. وقت نجو هذه الملفات المهمة بالنسبة لي نحن. عملنا أول خطوة يا حكومة وأسسنا المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية، اللي هو مهم جدا لأنه هو بشرسم السياسة السياسات الاجتماعية للدولة، واللي من خلاله بش يخلينا نحط حجر الأساس نحو إرساء الدولة الاجتماعية الراعية. كذلك أولوياتنا هي أن نتلفتوا للناس هذوما، نتلفتوا للناس المعوزة المحدود الدخل، نحاربوا ظاهرة الفقر بما أوتينا من قوة وقدر الممكن. أنت تحكي على المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية، التركيبة متاعه كيفاش باش تكون؟ تركيبة موسعة؟ هل ستضم مختلف الوزارات، أم التركيبة باش تكون فيها وزارات من غير منظمات ربما؟ هو بالنسبة للمجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية باش يكون مكون من كل الوزارات تقريبا باش تكون مشاركة فيه، كذلك المنظمات الوطنية والمجتمع المدني المعنيين بشأن الاجتماعي وبمحاربة الفقر والأمية وكل الملفات الاجتماعية الحارقة. كل من هو يعتني به سيكون إن شاء الله في تركيبة المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية، باش يكون له دور استشاري وأعطاء حلول ممكنة لتجاوز هذه الأزمات المتراكمة. واليوم تفعيل المجلس الأعلى للتنمية اللي طبعا نعرفه أنه في علاقة بأحداث برنامج الأمن الاجتماعي اللي متعطل من 2019. هو متعطل من 2019 كما تعرفي، أنه صار في أخذ ورد داخل مجلس النواب، وكل يعطي رأيه ويبدي رأيه ولين ما صار حتى شيء وتعطل وبقى كيكا. دونك احنا جينا لهنا تو ونعرفوا اهميته، ونعرفوا من خلال بعض الارقام اللي قلت لك عليهم قبيله، ونعرفوا كزوز مليون امي اللي موجودين في تونس. هذا زاد شجعنا وكان لنا حافز ان نفعلوه، والسيد رئيس الجمهورية اخذ القرار وفعل المجلس الاعلى للتنمية ايمانا منه لاهميته والدور الذي يقوم به وسيقوم به. ولا هناك نحكي على شؤون الاجتماعية، أكيد مباشرة الناس كل تتسائل على وضعية الصناديق الاجتماعية اليوم، واللي كانت شهدت إضرابات في وقت سابق، ومؤخرا كانت فما جلسات. كيفاش تم الاتفاق على حلول الصناديق الاجتماعية بين الوضع الراهن والمنشود؟ شوف أنا بالنسبة للصناديق الاجتماعية مانيش باش نحكي على الإضرابات ولا اللي صارت وكل اللي تجاوزناها المرحلة ذيك، ولكن أنا بالأساس اللي يعنينا الصناديق الاجتماعية وحالة العجز اللي لقيناها فيها. يعني وكأن لم تمر أي سياسة إصلاحية للصناديق الاجتماعية. وقت نتكلم هكا بالحق نقول بكل ألم اني نلقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السينساس اللي بيوصل العجز متاعه في 2022 الى اكثر من 1440 مليار. وقت نلقى زاد السينار بي اس الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية العجز متاعه بيوصل الى 471 مليار في 2072. الكنام نلقاه رابحة كونتابلومون، ولكن في ان ترم دو رياليتي وليكيديتي ما فماش. وهذا اللي يعكس ويأثر بصفة مباشرة على المواطنين.
يعني المواطن المسكين اللي جاء مرد وقدم بلتان دسوا يسترجع المصاريف نتاعه اللي كانت في 15 يوم و 20 يوم تو بقى نلقوه يستنى في 4 شهور. هذا خاطر ما فهمش إمكانيات. دونك ثم إفي دومينو كان طاغي اللي هي فلوس الكنام عند CNSS وفلوس CNSS عند CNRPS وانسي دو سويت. جينا واخذينا بزمام الأمور ووقفنا النزيف هذا. عملنا صندوق أفردنا فيه المساهمات التضامنية متاع المواطن التونسي ماشي بصفة مباشرة متاع 1% و 2% ماشي بصفة مباشرة لدعم الصناديق. مشينا في إصلاحات وفي جذرية يعني دي ريفورم ستركتوريل هيكلية بدينا فيه هيكلية ولا بدينا فيه يعني قمنا بزيادة ب تقوية جهاز المراقبة عن طريق دعمه بانتداب أكثر من 100 مراقب للسي ان اس اس باش يسترجعوا ويستخلصوا الديون. كذلك قمنا ب الواحد بالمئة سيد الوزير اللي كان قبل ومن سنوات انطلق الاقتطاع من الموظفين الكل واللي يدخل في ميزانية الدولة ما كانش يمشي للصناديق الاجتماعية بشكل مباشر. هل اليوم ما كانش يمشي بكله؟ وانا خليني اقول لك كان يمشي بارتي جزء منه للصناديق الاجتماعية هذه حقيقة. ولكن تو عملنا الفون سبيسيال دو تريزور هذا واصبح تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية فكله تو هو باش يمشي للصناديق والوزارة الشؤون الاجتماعية هي باش تبع الوضعيات نتاع العجز ودخل الأموال اللازمة في كل صندوق اللي يحتاجه. دونك الناس اللي تتساءل وتقول الاقتطاعات نتاعها في وقت سابق فما حتى شكون شاك يقول ما مشاتش لي مستحقيها ما مشاتش للصناديق. وسمعنا حديث حتى في حكومات سابقة وإنها مشات ربما حتى للناس اللي طلبت تعويضات وغيره. اليوم هذا كل يتم القطع معاه والناس اللي قاعد يتم لها الاقتطاع يتأكدوا راهي ماشية فعلا لدعم الصناديق الاجتماعية. وهذا واجب علينا ان هذه فلوس الشعب التونسي كانت من نهار من 2018 تخذيت على اني باش تمشي للصناديق الاجتماعية يعني ما فهمش حاجة اخرى يلزم تمشي كان للصناديق الاجتماعية. وان شاء الله في اقرب وقت ممكن نرفع الاقتطاع هذا خلي ترجع لواحد المئة واثنين في المئة وفما حتى 3% لما عليهم ولشاري الناس والمواطنين. فما مدة معينة وباش يقف الاقتطاع وإلا كما سمعنا كما على طول مفتوح نتبعوا في العجز المؤكد ولنأكدوه أنه سيقف الاقتطاع ده ولكن في وقته. ما زال ما فماش حاجة معينة اليوم نجم نقولوا راهو عامين قدام وسيئة ونتجاوزوا الإشكال ولكن على حسب على تاريخ معين يا ما نجمش نجاوبك لأنه احنا كما قلت لك هذه مساهمة تضامنية وأنا نعرف أنه المواطن التونسي حاسس بالعجز متاع الصناديق وحاسس أنه إذا ما تتصلح الوضعية دي وهذه مسؤوليته زادة معنا ونعرف أنه إذا تغطى العجز ذا أنه بسترجع بالمنفعة اللي هو كسوة نيفو السرعة في جرايات وكسوة في إزداء الخدمات ولا حتى في التغطية الصحية. دونك احنا المواطن رانا منعرفوه مسؤول وطني وحد ما ينجم يشكل بالرغم من التضحيات بالرغم من حالة اللي يعاني فيها توا من احتياج ومن غلاء الاسعار ومن كل شيء ولكن احنا متأكدين انه التونسي مستحيل يسيب في بلاده او يضيع في بلاده ويتأخر على دعمه لبلاده. مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية اليوم وأخيرا مرسوم في الرائد الرسمي يهبط رسميا يتعلق بمؤسسة فداء واللي أنت كنت علقت عليه في أكثر من مناسبة في وقت سابق. هو مؤسسة فداء جاءت في وقتها قانون كان من طرف السيد رئيس الجمهورية متبناه من الأول وكان جاء لاعتراف منه بالزميل ولا لشهدائنا كل من أمنيين وعسكريين وحتى مدنيين وحتى لجرحى الثورة زاد اللي تهضم حقهم طيلة كل هذه السنوات يعني بقوا مشوا فيهم وجيبوا واحد من أنصفهم. جاء سيد رئيس الجمهورية أنصف كل هذا عن طريق مؤسسة فداء
واليوم نجم نقدمه في نقاط أخرى في علاقة بالوضع الرهن، في علاقة بالناس اللي ما تمش انصافها، وأيضا جمعية المعوقين اللي طالبوا بإعادة هيكلة قطاع جمعية المعوقين، أيضا مطالب الإيواء للجوء وبرشة تفاصيل أخرى. اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية هل ننتظر منها قرارات أو إصلاحات في علاقة بالنقاط هذه؟ شوف أنا بالنسبة للمؤسسة فداء خليني أذكر والملف أنه أهم شعار قاله السيد رئيس الجمهورية هو حق الشهيد كأنه حي يرزق الشبقة متواصل كسوى عنيفو دي سالير أو في الترقيات المهنية متاعه. لذلك بالنسبة للجرح الثورة هذا إنصاف لهم، هما مش مزية، هذا حق الدولة عليهم وإن شاء الله يكونوا راضين. فيما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية هناك العديد من الوضعيات اللي ماشي مساوية اللي نلقاهم ولابد من أن نلقاو حلول عاجلة. مثال ملف المربين المختصين اللي يعانوا من يقدموا في مجهود كبير للفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وما همش قاعدين يخلصوا في حقهم، يعني ظلموا. نعم. هذا احنا من الواجب متاعنا ان نسوي لهم الوضعيات متاعهم. وبدينا نشتغل على تركيا الان، وقريب ان شاء الله ترى النور المركز الوطني للتربية المختصة ان شاء الله على قريب اللي بيشكون يأويهم ويلمدهم و على غرار الاتفاقيات الهشة اللي كانت ما يشتغلوا فيها في إطار الجمعيات هذه. إن شاء الله المركز هذا بيش يكون حل ليهم هما، وحل أيضا لملف الآلية عدد 20 اللي زاد هما مساكين زاد. للحقيقة نقولها بكل أمانة، راي وضعيات ناس يعني تخدم 300 و 400 ما عاد اشتوا في 2022، تخدم نهار كامل وتعب ومهضوم حقهم، يعني حد ما ينجم يرضى. ولكن احنا الإرادة موجودة، صحيح فما قلة متاع إمكانيات. نعم. ولكن إن شاء الله نوصل ونلقاهم الحل، احنا متبنين ملفاتهم وإن شاء الله الحل بش يكون على قريب إن شاء الله. واليوم في علاقة بصرف المساعدات للعائلة المعوزة، الجزء اللي ما زال متبقي، وقتاش تنطلق وزارة الشؤون الاجتماعية في صرفه للعائلة المستحقة؟ تقصد على المنحة متاع العيد؟ نعم. 60,000 انتما فما جزء الاول اللي تصرف؟ احنا قدمنا 120 دينار هي في مناسبة شهر رمضان، وهذا واجب علينا في اطار الممكن. صحيح مبلغ ضعيف، ولكن انتم تعرفوا الوضع المالي خير من تأخروا. توا قدمنا لهم 60 دينار اول رمضان، وان شاء الله يوم 24 افريل تصب لهم 60 دينار الأخرى متاع العيد هذه. وكذلك احنا رانا موجودين وقدمنا كل المساعدات لشهر رمضان، مساعدات غذائية عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وكذلك عنا برشة كساوي متاع العيد لك الصغيرات والفئات المحتاجة. ان شاء الله باش يتم توزيعهم على كامل تراب الجمهورية، يعني خصصنا مبلغ محترم جدا للمساعدات الغذائية ومساعدات متاع العيد، أكثر نحكي على أكثر من 9,000، أكثر من 9 مليارات بلوتو. يعني هذه ذكاء حدودنا. صحيح نعرفوه شوية 60 دينار اللي نقدموها، ولكن هذا الممكن وخير من بلاش، وإن شاء الله احنا تتحسن اول ما تتحسن الامور شويه في تونس والوضع المالي شويه ان شاء الله باش يلقاونا سند فيه. وفي علاقه بالوضع المالي والناس اللي تحثت برشا على المنحه، انا جاوبت قبل ما نسالك دايوغ في علاقه بانه المنحه شويه والناس طلب بالترفيع خاصه اللي عندهم صغيرات يقراوا واكثر، دونك حتى التوا 120 او نفس المنحه السوم معناها السعر هو نفسه، القيمة اللي قاعدين تدفع فيها وزارة الشؤون الاجتماعية ما فهمش إمكانيات أو ما فهمش إمكانية لزيادة ربما في الوقت الراهن على الأقل. شوفي يا مدام، احنا أول شيء خلينا نوضح الصورة، احنا بالنسبة للعائلات اللي تاخذ في منح قارة تاع 180 دينار رفعناها إلى 200 دينار. 20 دينار بتاتر يضحكوا عليها ويقولوا شوي، ولكن هي ما هيش بتكلفة أكثر من 74 مليار
على المالية العمومية، وهذا حق راه الناس راهو يعني بالرغم الوضع الاقتصادي الصعب هذا قمنا به. كذلك ياخذوا في 10,000 على كل ابن بين عمره بين 6 سنوات و18 سنة دون سقف فوق 200 دينار نحكي. ثم ياخذوا في 20 دينار على كل ابن او طفل معاق دون سقف زاد فوق 200 دينار. لذلك زدنا مؤخرا اعطينا ومتعنا العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من الأطفال دون 6 سنوات من منحة أخرى فوق 30 دينار شهريا، 30 دينار لكل طفل دون 6 سنوات ودون سقف. يعني هذه الدولة قاد تعمل في مجهود، قاعدين نعمل في مجهود، ديما نقول أما حدود الله غالب هي ما نجموش نتجاوزوا نظرا للظرف في علاقه بالمالية، هذا الله غالب لانه حجم التركه والخراب اللي لقيناه راهو كبير، راهو كبير ياسر. وانت تقول هنا التركه ونفس الكلام اللي قاعد يتقال، هل انه نجموا اليوم نقولوا او هنا قاعد تجاوب في الناس اللي تلوم تقول راهو 9 شهور والحكومه ما زالت ما عملت حتى شيء، ما ريناش بوادر نتاع تحسن او انفراج في علاقه بالتركه اللي تحكي عليها؟ لا، هو الحكومة ملي جت من نهار الأول وهي تشتغل، مش صحيح أنه ما هيش قاعدة تعمل في حد شيء، قامت بالعديد من الإصلاحات وقامت بالعديد من الإجراءات وشاو في يعني قمنا ب في إطار الممكن بالعديد من الإصلاحات اللي إن شاء الله بعد تعرفوا يعرفوا الثمرة نتاعها. ولكن صحيح ما هيش ظاهرة الخدمة، ولكن أنا متأكد أنه الناس عارفة حجم التركة اللي لقيناه في البلاد، عارفة انه العجز اللي موجود لقيناه، عارفة انه ملفات الفساد الكبيرة اللي لقيناها. نحن كما اقول لك من الاخر نحن نعمل اكثر مما نستعرض، واليوم هذا ينجم يكون تمهيدا للحوار الوطني المرتقب اللي ما زلنا نستنوا فيه. اي اكيد كما قلنا سيكون حوار، وسيكون هناك حوار، وسيكون هناك حوار مع الوطنيين الصادقين. ما نش احنا باش نوزعوا الصفة تاع الوطني شكون وطني ولكن مش وطني، ولكن سيكون حوار مع كل من وقف مع تونس، معناها حوار وطني مع المنظمات ولن يكون والأحزاب. هناك حوار مع كل من أجرم في حق البلاد، باش يكون فيه الأحزاب سيد وزير؟ والله هذايا مازال ما تضبطش شكون فيه، ولكن كما قلنا مع كل من وطني باش يكون الحوار، ولن يكون مرة أخرى الحوار مع كل من أجرم في حق البلاد، كل من سرق البلاد، كل من ظلم الناس في البلاد هذه، ولا عودة للوراء. هذا راو إلي با كيستيون. وقتاش نجمو نقولوا راو الحوار الوطني سينطلق بشكل فعلي؟ إن شاء الله على قريب. بمعنى مازال ما فماش مده معينه، خاطر رينا اللقاءات اللي طلق فيها رئيس الجمهوريه مع عدد من المنظمات الاحزاب وغيره. السيد الرئيس يقابل في الكل منفتح على الناس الكل، منظمات وجمعيات ومجتمع مدني، يقابل في الناس الكل، وكحكومه زاد نقابلوا في الناس الكل ومنفتحين عليهم الناس الكل، ونتشاور ونتحاور مع الناس الكل دائما، لم ينقطع الحوار. ولكن نحب نقول كرسميا وكشكل انت تحكي رسمي ان شاء الله على قريب جدا. ونختم معك ملك زي وزير الشؤون الاجتماعية باللقاء اللي جمعك مؤخرا مع سفير الجزائري، هل فما بوادر لقاءات اخرى مع الجانب الجزائري في علاقة بعدد من الاتفاقيات اللي تنجم تكون بين الطرفين؟ هو اللقاء اللي جمعني بالسيد السفير الجزائري كان لقاء رائع، وكان لقاء يعني فيه مثمر جدا، يعني ونعرف احنا دولة الجزائر الشقيقة يعني الوقفات البطولية والرجولية اللي وقفتها مع تونس مستحيل الشعب التونسي ينسى لها. كذلك فاللقاء استعرضنا فيه
أيضا كل مجالات التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ونظيرها في الجزائر وعلاقة الأخوة أيضا بين تونس والجزائر، كل المجالات يعني مش حتى في فقط في المجال الاجتماعي، بما كل المجالات. فشقيقتنا الجزائر هي عبرت على دعمها ومساندتها المطلق لتونس ولكل المحطات الماشية في تونس، وهذا شيء يفرح ياسر، وإن دخلنا في لحظة فارقة ولحظة تاريخية كبيرة، واللي زاد ربطنا أكثر بالجزائر. وكما تعرفوا أنتم تونس والجزائر نعتبرها بلد واحد، وأمن الجزائر هو من أمن تونس، وأمن تونس هو من أمن الجزائر. واضح، شكرا لك على تدخلك معنا وزير الشؤون الاجتماعية مالك زاهي، ونخلي لك كلمة الختام لمستمعي شمس فهم. بارك الله فيك على سمحتوا لنا الفرصة هذه. مرحبا. فقط نحب نقول للشعب التونسي يعني عدتوا رأس مالنا هو الصدق، رأس مالنا هو الإخلاص، جينا لهنا في مهمة وهو تكليف وليس امتياز. تونس أمانة بين يدينا، ولن نتوارى ولن نتراجع لحظة ولو فديناها بأرواحنا على دعم تونس ودعم الشعب التونسي اللي ينتظر منا الكثير، ونحب نقولوله رانا على العهد. واضح، شكرا مجددا. شكرا. ملك الزيه وزير الشؤون الاجتماعية، شكرا لكم انتم.